قيدار وبالفضيل. هذا الثلاثي الذي لعب مباراة الذهاب. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل الحكم الكامروني اليوم من يوم، وانطلاقة من إسلام سليمان على الجهة اليمنى، فيها الكرة توزيع من إسلام، أوبا بابا، جول 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 جول. يا له من سيناريو ويا له من بداية. في الثانية 38 ياسين إبراهيم يفتح مجال التسجيل، هدف السادس مع المنتخب. بالله عليكم هل هي بداية مثل هذه؟ هدف مقابل صفر للجزائر من أول لعبة وأول تدخل من إسلام سليماني على الجهة اليمنى، يمرر على طبق في اتجاه ياسين، وأولى أهداف المباريات المباراة في الثانية 38 من عمر المباراة. الانطلاقة من رياض محرز مجددا، التمرير في اتجاه إسلام خلف المدافعين، التوزيعة من إسلام أرضية زاحفة رائعة. ياسين لا يفوت ولا يضيع مثل هذه الكرات في الزاوية اليمنى من هناك من مرمى الحارس. السانحة بالنسبة إلي، فوزي غلام يستعيد، فوزي غلام يتقدم، فوزي غلام يسدد، جول 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 جول. صاروخ أرض جو، فوزي غلام يرسل صاروخ فوق راس علي مصطفى، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. قالوا لا، قال لهم بيا، أعرف ماذا سأفعل، سأسدد وأطلق الصاروخ برجلي اليسرى. بوم يا فوزي غلام، لم يشاهد شيئا حارس المرمى. فوزي يسجل الثاني ببراعة وامتياز. جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول. بوم مرة ثانية من كل الزوايا، فوزي غلام يسجل الثاني للخضر. الكرة في جهة والحارس في جهة، لو لمستها لكسرت يديك. هدف ثاني للمنتخب الجزائري من فوزي غلام، هو الثالث. ياسين محتفظ بالكرة، ياسين، ياسين يبحث عن الخطأ مرة أخرى، ياسين ياسين وصل لغلام، كرة صعبة للمنتخب الجزائري، فوزي غلام لمحرز، جول 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 جول. عالم يا رياض، عالم يا رياض، جول. ثالث أهداف المنتخب الجزائري، أهداف عالمية، ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام، فوزي يمرر لرياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، هدف الرابع في 22 مباراة. بالثلاثية بالثقيل يقصف المنتخب الجزائري اليوم. أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ مراوغة عالمية من ياسين، وانطلق فوزي غلام، حط على طبق لرياض، بوم يا رياض في الزاوية اليمنى، الزاوية التي يسكن فيها إبليس، الزاوية التي لا تصد فيها الكرة ولا ترد. ثلاث أهداف مقابل صفر للجزائر أمام تنزانيا. هذا هو المنتخب الجزائري الذي ثنائية بين وليد ورياض والتغطية الدفاعية، ورياض يسرق الكرة، رياض وضرب الجزاء. يقول حكم المباراة نعم، خطف الكرة رياض وضرب الجزاء. فوزي غلام أم ياسين إبراهيمي، هذا الثلاثي أم لاعب آخر؟ يخرجه لنا كريستيان غوركوف لينفذ ضربة الجزاء. إسلام الذي لم يسجل بعد في هذه المباراة ويريد أن يسجل، نعم إسلام سليماني بحثا عن هدف. منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني إسلام يتقدم، إسلام يسدد، إسلام جول 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 جول. بالأربعة يضرب منتخب الجزائر. إسلام سليماني يسجل هدفه في هذه المباراة، سجودا لله وشكرا له على هذا الأداء وعلى هذه الرباعية اليوم في هذه المباراة. إسلام سليماني يسجل مثل ما سجل كذلك ياسين إبراهيمي، وسجل رياض محرز، وكذلك سجل المنتخب الجزائري بفضل فوزي غلام. الكرة في جهة والحارس في جهة أخرى. 4-0 لمنتخب الجزائر أمام تنزانيا. لازم ترجعوا لزمان لكي نجد فوز عريض بهذا الشكل لحد الآن بالرباعية، والأمر لم ينتهي بعد بالنسبة للمنتخب الجزائري. 4 دقائق لعب منذ انطلاقة الريتم، يرفع عندما يزيد في السرعة، يزيد عندما يمرر إسلام، يمرر يوصل لمجاني، المجاني والدفاع، لا 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 لا، الحكم يشير إلى خطأ. ضربة جزاء أخرى يقول الحكم الجزائرية، من دون أن ننسى البقية أيضا من اللاعبين المتميزين اللي للأسف لم يفوزوا بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. بلومي وما أدراك وبلومي، ولم يفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. بلومي وعصاد أيضا لم يفوزوا بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والبقية من الأجيال التي لا. خامس للمنتخب الجزائري، فوزي يستعيد، فوزي بقوة، جول.
الفوز بقوة جول، الحارس في جهة وغلام كرته في جهة أخرى. 5-0 صارت النتيجة، 5 في عيون الحساد بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يبهرنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية، ويستعيد ثقته في نفسه، ويعيد ثقته أيضا في عشاقه وجماهيره الذين استمتعوا اليوم بهذه الخماسية. ضربتا جزاء وثلاث أهداف في منتهى الروعة عند الدقيقة 60 من عمر هذه المباراة. صارت النتيجة 5-0، فوزي بيسرى يحطها في الجهة اليسرى من مرمى الحارس مانولا. 6-5-0 صارت النتيجة، أكيد ستصل السدس الستة. 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني، ما زال محافظ على تناسقه وانسجامه المنتخب الجزائري. تعرفوا بأن في الكرة اللاعب أو الفريق أو المنتخب اللي يكون فايز 5-0 ينقص شوية انضباطه والتزامه وينقص توازنه، ولكن لحد الآن بعد ساعة لعب ما زال محافظ على توازنه. هما فايزين 5-0، إسراء لهم على إضافة هدف ثالث. الركنية جول 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 جول، مجاني يسجل الثالث له في مشواره، مجاني يسجل السادس للجزائر من كرة من ركنية بالراس، تنويع في الأهداف من ضرب الجزاء وبالراس وبالتسديد وبالمهارات، تنويع كبير للأهداف للمنتخب الجزائري. بالستة يضرب المنتخب الجزائري اليوم أمام منتخب تنزانيا. مجاني يسجل ثالث أهدافه في 48 مباراة لعبها. المدافعون يسجلون والمهاجمون يسجلون، بالراس يسجلون، بالأقدام يسجلون، مجاني يسبق الجميع ويسجل بالراس. الهدف الثالث له في مشواره، السادس للمنتخب الجزائري. 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني، بالبراعة والرزانة والهدوء يسجل مجاني الهدف السادس للمنتخب الجزائري أمام تنزانيا في الدور التمهيدي الثاني في مباراة العودة المؤهلة لنهائيات كأس. تبقى الباب مفتوح لكل شيء. رشيد غزال في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة بالقائمة الثانية، بالراس الدام. جول 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 جول، إسلام سليماني يسجل ثنائية في هذه الأمسية ويبلغ الرقم 20 ويتفوق على تاج بن ساولة ويصبح خامس هداف في تاريخ كرة القدم الجزائرية. إسلام من ضربة جزاء سجل الرابع، وإسلام بالراس سجل السابع. 7-0 لمنتخب الجزائر أمام منتخب تنزانيا. 7-0 فزنا فيها أمام، هذا هي ابتسامة شوية من كورتكوف، قلت 7-0 فزنا بها أمام الفولتا العليا في وهران، اتصور في ثمانينيات القرن الماضي في تصفيات كاس امم افريقيا في ملعب 19 جوان بوهران. نعم، هذا هو الهدف السابع من امضاء اسلام سليماني بالراس متفوقا على دفاع واقف يتفرج على اسلام وهو يرتقي ويسدد بالراس. نعم، سددها بالراس مسجلا هدفا سابعا قاتلا لمنتخب تنزانيا الذي فرض علينا التعادل في دار السلام بهدفين مقابل هدفين. 7-0 صارت النتيجة الآن لصالح المنتخب.